بسم الله الرحمن الرحيم. مباراة صعبة، مباراة مهمة، خاصة أن المباراة الجاية راح تكون أمام الريان في افتتاح ملعب لوسيل. أول شيء نشكر الاتحاد لاختيار الفريقين الجماهيريين لافتتاحية ملعب لوسيل. دائما مباريات الريان والعربي ما تخضع لأي مقاييس سابقة، دائما ما تكون فيها الندية والإثارة موجودة. أعرف تماما ماذا تعني مباراة الريان، ماذا تعني مباراة العربي للريان ولجماهير الريان وللاعبين الريان. الريان يبحث عن العودة من الباب الكبير، أيضا العربي يبحث عن الاستمرارية في حصد النقاط. تنتظرنا مباراة صعبة إن شاء الله في مباراة لوسيل، لكن إن شاء الله أننا قادرين نظهر بصورة أفضل من المباراة السابقة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. نفس ما تشوف أن كل مباراة تحاول تدخلها بجدية وتعطي المباراة حقها، نفس ما تشوف أن كابتن يونس علي يحاول يدرس نقاط قوة الريان وضعفهم، وناس ما قال أن مباراة مش تكتيكية نفس ما هي حماسية، وبتكون الأجواء يعني رائعة، فنحاول نحن ندش يعني نكون مركزين وايد ونكون على قلب واحد. أول شيء خلنا نتفق أن عمر السومة لاعب كبير، إضافة للنادي العربي، إضافة للدوري القطري، متأملين خير في وجوده معنا خلال الفترة الجاية. كان ينقصنا المهاجم المميز القناص في الفترة السابقة، سواء في المباراة الأولى أو في نهاية الموسم الماضي، والحمد لله على التعاقد معه ونتمنى له التوفيق. أما بالنسبة لآرون، نتمنى له أول شيء التوفيق في نادي الشباب السعودي، ونشكره على المجهود اللي قدمه مع النادي العربي. لكن إذا كانت نسبة رغبة اللاعب في الاستمرار هي 0% وأصبح وجود اللاعب عامل سلبي في غرفة الملابس أو في الملعب، فأنا كمدرب دائما ما أفضل الحفاظ على المجموعة، فكانت رغبته أكبر من الاستمرار. حاولنا معه في أكثر، خاصة أنا من خلال تواصلي الشخصي معه بشكل مباشر حاولت في أكثر من مناسبة إقناعه بالاستمرار، إلا أن رغبة اللاعب كانت كبيرة جدا في مغادرة الدوري القطري. أول شيء أحب أشكرك يسأل على تنظيم المباراة في ملعب لوسيل. شيء حلو أنك تلعب مباراة جماهيرية في ملعب من ملاعب المونديال. الشيء الثاني يمكن تكون المباراة نفس ما قلت لك تكون أكثر حماس مش كأكثر تكتيك. الأغلاط هي اللي بتلعب بدور كبير في المباراة، اللي أقل أغلاط هو اللي إن شاء الله يفوز المباراة. يعني شعارنا دائما من الموسم الماضي ان كل مباراه ناخذها على انها مباراه نهائيه، والمباراه القادمه دائما هي اهم، بغض النظر عن نتيجه الريان في المباراه الاولى، لان الريان راح يظهر بشكل قوي جدا في المباراه هذه. اسم الريان، افتتاح ملعب لوسيل، مباراه جماهيريه، هاي كلها حافز للاعبين لتقديم افضل ما يملكون في ارضيه الملعب الشباب. موح الموسم ان نكمل على الموسم اللي طاف، ونحاول نجتهد أكثر ونحاول نصعد بالمراكز أكثر وأكثر. أعتقد الاتفاق في الموسم الماضي كان مع الإدارة للحصول على أحدى البطولات، والتواجد الرئيسي، الهدف الرئيسي كان هو التواجد في المربع، نسعى للمحافظة على المربع، نسعى لتجاوز عدد النقاط اللي حرزناها في الموسم الماضي. ودائما ما أنا طموحي أنا ولعبة الفريق بغض النظر على الإدارة على الجمهور والفوز في المباراة القادمة فقط، ما نفكر في أي شيء ثاني، نفكر في المباراة الجاية إن شاء الله خطوة بخطوة، إن المستوى يكون أفضل والنتائج تكون أفضل إن شاء الله للعرب.